بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم الشريط الرابع من أشرطة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة للشيخ أحمد القطان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربي وعظيم سلطانه. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين، واجعلنا مبشرين وميسرين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين، وأن تكرم الشهداء، وتثبت الغرباء، وتطلق المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر زلتهم، واقبل حسنتهم، واجعلهم برحمتك في الفردوس الأعلى. واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحمنا، واجعل حياتنا حياة الطيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله. أحبتي، إن في القصص لعبرة وحكمة وذكرى. قرأت فيما قرأت أن أحد الأمراء بلغه عن قاطع طريق لص يقطع الطريق على الناس، كلما مر به إنسان نهبه وسلبه وجرده وآذى الناس، وعجز السلطان عن قبضه وحبسه، فأرسل إليه رسالة يقول له: تسلم نفسك خير لك، فإن كنت تقطع الطريق لفقر أنا أغنيك من الفقر، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت جاها أعطيناك، بل إني أجعلك من جلسائي وندمائي في الحضر والسفر. فلما بلغ الأمر ذلك اللص وافق، وجاء وسلم نفسه إلى السلطان، فأكرمه وأتحفه، وأخذ لا يأكل الطعام إلا معه، ولا يسافر إلا برفقته، ويستأنس بمجلسه. ومرت الأيام، وذات يوم والسلطان هذا في رحلة صيد، وحان وقت الغداء ومدت المائدة، وعليها أنواع الطيور مما اصطادوا، المشويات والمقليات،
فقام السلطان من باب إكرام ضيوفه وأصحابه يعطي كل واحد منهم أمامه على المائدة طائرا مشويا، فكان نصيب اللص دراجة، طائر معروف مثل القطة، فلما قدمه السلطان إليه أمسكه ذلك اللص قاطع الطريق ونظر إليه ثم ضحك ضحكة مدوية وقهقه حتى كاد يستلقي على قفاه، فقال السلطان: ما الذي يضحكك؟ أعطيك طائرا مشويا، أعطيك دراجة فتضحك؟ الضحك بلا سبب من قلة الأدب، أخبرني عن سبب هذا الضحك. قال: أيها الأمير، لما رأيت هذا الدراج تذكرت أمرا. قال: ما هو؟ قال: يوم أن كنت أقطع الطريق مر بي وأنا في الجبل مسلم رجل، قال: فسلبته ماله ودابته وجردته من ثيابه ثم أطلقته عاريا، قال: فلما أدبر عني خشيت لو نزل في الوادي يثير علي الناس فيلحقوني ويدركوني ويأخذوا ما عندي، فقلت: أقتله أحسن. فناديته فجاء، قلت له: اجلس جلسة السجود. قال: فجلس. فكتفته فقال: ما لك ولي؟ ما لي وأخذته ثوبي ونهبته؟ تريد إهراق دمي ظلما وجورا؟ قال: نعم، لا أدعك حتى أقطع رأسك. أيها السلطان، فحطت أمامه على صخرة دراجة، طائر حط أمامه على صخرة، فقال ذلك الرجل: اشهد أيها الدراج في الدنيا والآخرة أن هذا قتلني ظلما. قال: فضحكت منه وقطعت رأسه. الآن لما ألقيت علي الدراجة تذكرت غباء ذلك الرجل، أنا أقتله وهو يشهد طائر، ما رأيت أغبى من عقله. فانقلب السلطان عليه حردا واحمرت عيناه، قال: ويحك، والله ما أمنتك على إهراق الدماء وإقامة الحد، إنما أمنتك عن قطع الطريق، أما وإنك شهدت على نفسك أنك أهرقت دم مسلم فقد أجزنا شهادة الدراجة عليك، اقطعوا رأسه أيها الغلمان. فضربوه في السيف فقطعوا رأسه. أرأيتم؟ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عصفور طائر ينزل على صخرة يشهده المظلوم، ويمر الحين بعد حين، يمر هذا الحين ثم تأتي الشهادة في مجلس أنس لم يخطر له ببال، أمنه السلطان جعله من أصحابه وأصدقائه، ويأتي الدراج مشويا فيقطع رأسه. أرأيتم؟ هذه نهاية الظالم والباغي، فالحذر الحذر من ظلم الناس. فالله أقسم بعزته، قال: وعزتي، وأقسم بجلاله، قال: وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وما دمنا في الدنيا فلنؤدي حقوق الآخرين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم قلبك من مظالم الناس تنجو. قصة ثانية:
فيها عبرة، ودائما القصص التي تحكى على ألسنة الحيوانات هذه أغلب ما تكون من القصص السياسية في زمن الإرهاب، أن الناس يكونون في زمن فيه النار والحديد والسجون، فما يستطيعون أن يصرحوا وإنما يلمحوا، فيكون التلميح قصص رمزية وأشعار رمزية على لسان الحيوانات حتى يتخلصوا من جور السلطان. هذه قصة حدثت، يحكى أن رجلا ثريا كريما عنده أولاد وببغاء جميل في قفص من ذهب يغرد ويغني ويقلد جميع الأصوات، إلا أن ذل الأسر يحرقه، فليس هناك أجمل ولا أحلى من الحرية، حرية البيان، حرية المكان، حرية الزمان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالكبت والإرهاب ولو كان بأقفاص من ذهب فهو لا يطاق. فهذا التاجر لما أراد السفر جمع أولاده وأهله وقال لهم: إني مسافر، فاطلبوا ما شئتم من الهدايا. فطلب كل واحد منهم هدية، ثم اتجه إلى الببقاء في قفص الذهب وهو محبوس وعلى الباب قفل، من حبه له يخاف أن يفتح الباب ويهرب. قال: وأنت أيها الببغاء العزيز، ما هديتك؟ قال: هديتي الحرية. أطلق سراحي، أطلق سراحي. قال: من مثلك؟ ماء عذب وطعام شهي وقفص من ذهب، أنقلك من ظل إلى ظل، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ قال: أريد غصن تلك الشجرة، هناك مكاني ليس هنا. قال: لا، أطلب غير هذا. قال: إذن أطلب إذا مررت في سفرك على غابة أو جبل فرأيت من يشبهني من الطيور والببغاوات، فقل لهم أن أخا لكم هناك عندي في البيت محبوس في قفص من ذهب يقرئكم السلام. قال: بس؟ قال: بس. قال: هذه ما تكلف شيء، بس السلام. قال: السلام بس. وسافر الرجل، ومر في سفره على غابة فيها أشجار وطيور وأنهار وأزهار وثمار، وإذا بشجرة ضخمة عليها الببغاوات بجميع ألوانها، وإذا سرب منها يشبه الطير الذي عنده. فوقف ينظر وهن يتراقصن على الأشجار ويأكلن الحبوب والثمار ويسرحن الريش الملون ويغردن التقاليد الطيبة، طير مبتهج في وطنه في حريته. فقال: أيها الببغاوات، عندي طائر مثلكن في بيتي في قفص من ذهب يقرئكم السلام. فلما قال ذلك صرخ أحد الببغاوات صرخة عظيمة، ثم خر من الغصن إلى الأرض ميتا. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ قتلت هذا المسكين الطائر الذي لا ذنب له بكلامي. وحزن هذا التاجر، وظلت صورة الببغاء هذه مرسومة بين عينيه أينما ذهب، حتى عاد إلى أولاده وأهله فأعطى كل واحد منهم هديته، ثم جاء إلى الببغاء في القفص. قال: أين هديتي؟ قال: أسكت، ليتني ما نفذت وصيتك. قال: لما؟
قال: لما جئت الغابة ورأيت سربا يشبهك أخبرتهم بحالك وسلامك، فصرخ أحدهم صرخة وخر على الأرض ميتا. قال: ومات؟ قال: نعم. فصرخ الببغاء صرخة في القفص ثم خر ميتا. فزاد حزن الرجل وبكى وتألم وقال: ما هذه الرحلة المشؤومة؟ قتلت طائرين بلا ذم وهذا عزيز علي. ثم قال لأولاده: نصبر ونحتسب، خذوا المفتاح وافتحوا باب القفص. ففتحوه ثم قال: احملوه الآن فقد أصبح فطيسا، وألقوه على المزبلة. فحملوه وألقوه على المزبلة فانتفض وطار على الشجرة. قال: هذه هي الهدية. قال: ويحك، ما هذا؟ قال: الطائر الذي خر ومات لم يكن ميتا، إنما هذه حيلة علمني فاحتلت بها فخرجت. عند ذلك أطرق هذا الرجل رأسه إلى الأرض وعلم أن الحرية لا تقدر بثمن، وأن الناس يشتاقونها ويشمونها ويفهمونها بالإشارة والعبارة، لأنها حياة، لأنها عزة، لأنها كرامة. واحتال هذا المأسور وطار على غصن الشجرة، ثم صفق بجناحيه واتجه إلى موطنه حيث يأكل كما يشاء ويطير كما يشاء ويغرد كما يشاء. كم في هذه القصة من عبرة وعظة. الإنسان لا يطيق أن يعيش في قفص من ذهب، ولكن يريد أن يعيش في كهف ومعه حرية الدين وحرية الكلمة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه حقيقة لا يعرف قيمتها الآن إلا من هو داخل المعتقلات والسجون. والحرية هذه تتفاوت نسبية، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا عظيما لما حبانا من فضل وخير وأمن لا يقدر بثمن. المسجون في زنزانة انفرادية طولها متر وارتفاعها متر وعرضها متر، لو نقلوه إلى غرفة لأحس بالسعة والفرحة وهو داخل السجن، ولو نقلوه من الغرفة إلى حوش المعتقل وفنائه لأحس أنه في سعة، ولو نقلوه إلى معسكر خارج الصحراء فيه أشواك وأسلاك مكهربة، لكن ما يستوي مع الزنزانة الانفرادية. يعتبر نفسه في أحسن حال. لهذا على المسلمين أن يستفيدوا من الحرية النسبية ولا يضيعوها ولا يهدروها ولا يقضوا عليها. رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وهذا يكون بالحماس المتزن، لا الحماس المتهور. تتدين بتدين متزن، حب الناس، ارحم الناس، اعطف على الناس، لا تكفر، لا تشهر، لا تفضح، لا تؤذي، وإنما أينما تكون تكون رحمة. ورحمة مهداة، مهداة يعني أنت هدية للآخرين من الله. الجليس معك لا يمل، والمتحدث إليك لا يسأم، والرحم عندك موصول، وذنوب الناس عندك مغفورة، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. نعم،
الموضوع الثالث اجتماعي بعنوان أناقة الحائض، وهذا عنوان عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يوما الصحابي الأنصاري الأوسي أسيد بن حضير رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن يهود إذا حاضت المرأة عندهم عزلوها في خيمة لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، تظل محبوسة 7 أيام أو 15 يوم، لا تغتسل، لا تنظف، لا تزين، في هذه الخيمة يدعسون لها الطعام من تحت الخيمة. قال: ألا نخالفهم فنأتي نساءنا في الحيض؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج أسيد فأرسل خلفه عليه الصلاة والسلام وسقاه اللبن من يده الشريفة حتى يطيب قلبه. فلما شرب اللبن وعلم أن النبي قد رضي عنه صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي أمته عندما تحيض المرأة المتزوجة أن يعمل الزوج كل شيء إلا الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يباشر أهله، والمباشرة عند الأزواج معروفة. لكن يؤسفني كثيرا عندما أطرح هذا الموضوع وأنا أتلمس مشاكل الناس حتى داخل البيوت، أن المرأة المسلمة اليوم إذا جاءها العذر والعادة الشهرية تتخلق بأخلاق اليهود وهي لا تدري. فهو ليس أسبوع مباشرة كما يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم، اعملوا ما شئتم إلا الجماع، وإنما هو أسبوع قذارة. لا تغتسل، لا تتنظف، لا تتطيب، لا تتزين، لا تلبس الجميل، بل تترك نفسها بما فيها. لماذا يا امرأة؟ تقول: علي الحيض، علي العادة. وهل العادة معناها القذارة وإعلان القذارة لمدة أسبوع؟ بل بالعكس، الزوج الذي حرم حقه بأن يأتي أهله يجب أن يعوض هذا الحرمان بزيادة الزينة وزيادة الجمال وزيادة البهجة وزيادة المباشرة والاستقبال واللطافة والأناقة والظرافة إلى آخره، حتى لا يحس خلال هذا الأسبوع بالحزن والكآبة وكأن في البيت ميتم، الرأس معصب والشعر منفوش والحموضة تفوح والأظافير طويلة. وماذا أقول؟ وبعض النساء قد تمتد عندها القضية 15 يوم، وهذا الإنسان يعني تستطيع تقول إذا حاضت المرأة حاض الرجل، مرتبط معاها أصبح. في أحد الصحابة ما كانوا يحسون بهذا الشيء، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة وإحدى زوجاته فنفرت، قال: ما لك؟ أنا فستي. قالت: بلى يا رسول الله. قال: خذي إزارك. فأخذت الإزار ولفته وباشرها وراء الإزار. فلهذا الزوج يستمتع بجسد زوجته إلا في الجماع فقط، حتى تطهر وتغتسل. هذه قضية مهمة، والزوج قد تصد نفسه طول حياته الزوجية بسبب لحظة من اللحظات خلال هذا الأسبوع المنكوس. نعم، وهذه مهمة جدا، لأن الإسلام يحرص كل الحرص على تعمير الأسر. يعني عندما تكون هي في العادة، يعني شنو؟ يعني مسموح تاكل بصل، ومسموح تاكل ثوم، ومسموح تاكل معبوج، وما تتغسل ولا تنظف، وبعدين هو ينام بجوارها بالفراش فتنفخ هذا الفرن في وجهه فيكرهها طول عمره.
أعوذ بالله. حتى بعدين لو إنها لبست وتزينت وتعدلت وتعطرت، لكن كل ما تذكر تلك الليلة تنسد نفسه وينصدم، لأن القضايا النفسية هذه من أخطر ما يكون. وكم من إنسان كره زوجته إلى الأبد بسبب رائحة شمها في أسبوع ما يسمى بأسبوع العادة. وصيتي إلى الحبيبات الأخوات المسلمات المؤمنات الزوجات، إنه إذا جاء العذر أن يزداد جمالها وأناقتها، تسرح الشعر وتضع اللمسات المؤمنة على الوجه، وأن تتطيب وأن تتعطر وتلبس أحلى ما عندها، حتى لا يحس الزوج بأن فعلا هذا الأسبوع هو أسبوع طهارة أو أسبوع عذر. ولا تظنين أن هذا أمر سهل، هذه عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، بل اللقمة التي ترفعينها إلى فم الزوج قد يرفعك الله بها درجة كاملة في الجنة. موضوع رابع بعنوان الفلبينية فتنة. ومن العنوان يستشف الموضوع. كنا منذ سنوات لا نعاني من الفتنة في موضوع الخدم، وكلمة الفتنة هذه أنا ضعها بين قوسين فإني أعني فيها ما أعني. أما الآن وقد ألقت الفلبين بفلذات بناتها إلى بلدنا صبايا صغار، الزوجة يؤسفني كثيرا بسبب طول المدة والحياة الزوجية وخاصة في الأربعينات. يعني إذا بلغ عمر المرأة 40 أو عمر الزوج 40، يعني يكون مر على زواجهم على الأقل 20 سنة، على الأقل إذا كان تزوجوا في العشرينات. زين 20 سنة هذه عند المرأة التي لا تنتبه إلى هذه القضية أو الزوج الذي لا ينتبه إليها قد تجعل حياته مع أهله باردة باهتة روتينية مكرورة مكروهة مغيتة، البيت كأنه بس مطعم يدش ياكل ويطلع، أو فندق ينام ويطلع، أو حضانة تفريخ يولد ويطلع. لا، الحياة الزوجية غير هذا. أنت ما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بدء الزواج ألا أخذتها بكرا؟ ليه؟ قال تلاعبها وتلاعبك. عمره عليه الصلاة والسلام دون 60 ويسابق عائشة، تسبق مرة ويسبقها مرة، تسبق مرة ويسبقها مرة، ويدللها ويدلعها ويسميها الحميراء تصغير حمراء، لأن كانت بيضة فيها احمرار جميلة فيناديها بالحميراء تصغير حمراء إلى آخره، ويسقيها اللبن من إيده ويشرب مكانها، ويعطيها العظم في قطعة اللحم فإذا أكلت أكل مكانها، ويشبهها بألذ الطعام إليه وهو الثريد إلى آخره. ما أحصي، ولكن لتنتبه الزوجة أن طول الحياة الزوجية لا تقتل اللذة والأنس والمرح والسرور ومراعاة شعور الزوج، وبالأخص في النداء الفطري الجنسي الذي أودعه الله في الناس. فكمال الرجولة هو 40. لا تقول خلاص بعد كبرنا، هالكلمة هذه قد توديها وتودي أسرتها في شذر مذر، تضرب براسه يروح يأخذ بنت صغيرة. لا تظن أن رعايتها لأولادها وقيامها بشؤون البيت وأنها تؤدي الواجب المنزلي هذا عذر كافي أنها تهمل مشاعر زوجها في داخل غرفة النوم. لا، هذا ليس بعذر كافي. والأدهى والأمر أن هذه الأسر
اللي كانت راضية وهادية ومستقرة ويعني ما فيها من يشعلها، الآن فجأة تهبط عليها خدامة فلبينية كأنها قطعة رخام، صبية ما بين 20 إلى 18، تعمل بهدوء وبصمت، ولكن إذا ناديتها أو حدثتها حدثك فيها كل شيء، شعرها وعيونها ووجهها، فهي لا تحتاج إلى مكياج. وكم من الأسر تفاجأ الزوجة عندما عادت إلى البيت وإذا بها تجد أحد الأولاد قد عاد وهرب من المدرسة، أو عاد الزوج من وظيفته، وبعضهن اكتشف أنه تزوج الخدامة الفلبينية. نعم، صبر 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 صبر، فلم وهو يراها كل يوم، الغرفة بجوار الغرفة، بل يراها أكثر من المرأة، وخاصة إذا كانت المرأة عاملة أو موظفة. وين أمك يا ولد؟ مشغولة. وين أمك يا بنت؟ تعبانة. الله أكبر، مشغولة وتعبانة، مشغولة وتعبانة. النهاية تزوج الأب الفلبينية، راح السفارة ودها المحكمة وعقد عليها، هذا إذا كان شريف وإذا كان نظيف وكان يخاف من الوقوع بالفاحشة والزنا، وإلا اللي ما يرقب الله سبحانه وتعالى ولا يراعي فتحدث الأهاويل. الولد المراهق في سن المراهقة عندما تخرج الأم تزور، ويخرج الوالد إلى العمل أو يخرج الوالد إلى الديوانية، ويتركون الولد الوحيد في البيت في غرفته يذاكر، ومعاه في البيت خدامة بهذه الصورة كأنها لعبة كأنها عروسة. ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هو الشيطان يجعل الخدامة القبيحة كأنها ملكة جمال، فكيف بهذه؟ هذا الشيطان ما يحتاج أن يزين ولا يعدل، خلاص. فلهذا يذكر لي بعض الناس حكايات قد لا تسمعونها، والآن لا يكاد بيت إلا في واحدة أو ثنتين. زين، من الذي اشترك بهذه الجريمة؟ أنا وأنت. عندما قال لك المكتب تفضل هذه صور اختار، نقيت أحلى واحدة وطالعتها وعمرها وعيونها وشكل، أبي هذه. لا، جيب لك واحدة بال40، وجيب لك واحدة مسلمة، قد تكون أقل نشاط، قد تكون أقل حركة، لكن أعف وأستر وأرحم وأحفظ للبيت، خاصة إذا كان في أولاد مراهقين لعمر 15 16 17 إلى 20. هؤلاء يشوفون ملاحق الجرائد ويشوفون التلفزيون، حتى الصور المتحركة تعلم الحب والجنس اليوم. إما أن يكون الوالد والوالدة في مراقبة شديدة، والمراقبة الشديدة هذه أيضا مهما كانت، يذكر لي أحد الناس يقول: لما أخذنا الخدامة الفلبينية وذهبنا فيها إلى المطار وقد اشترينا لها الهدايا وأحسن الملابس وودعناها أحسن الوداع، وما نذكر أننا غضبنا عليها يوما من الأيام وأذيناها وهي تسلم عليهم، قالت بحسرة وألم للزوجة: أعلم أنك أنت كريمة وسخية ولم تقصري في حقي شيئا، إلا أنك لم تتيحي لي فرصة واحدة أن أمارس الحب مع زوجك. نعم، فهؤلاء لا تظن أن هذه الأعداد الهائلة اللي كالجيش ما تمر بشارع ولا فريج إلا واقفة عند الباب مثل اللعبة، أنها جاءت هكذا بدون تخطيط وبدون، لا، المنطقة هذه مستهدفة، مستهدفة تماما. فالحذر، الحذر من قلة المراقبة لهذا الخطر. لا تقربون النار من البنزين والكبريت من الانفجار. أحبتي في الله، أصبحت الآن مع الأسف الشديد يفاجأ الإنسان، وإلا الفلبينية هاربة، وابحث 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 وابحث، وجدناها بعد شهرين. وين وجدناها بعد شهرين؟ في محل حلاقة وكوافير ومناكير وبداكير. تعال يا صاحب أو يا صاحبة المحل، هذه بهذه خدامتنا على كفالتنا، راح مالك شغل، ارجع للمكتب. تعال يا مكتب،
انت جبتها يبا احنا دافعين لك فلوس، هذه بفلوسها. عجيب، ولا اتفاق بين المكتب وبين رعية الكوافير. اي طبعا فلوس ومصلحة واستغلال وما يدري ما وراء ذلك. لا خلاص انا ابي اسفرها، ابي القي الاقامة، او تعال شوف الواسطات والشفعات. ما تعرف كيف هالخدامة هذه اللي ما لها احد طلع لها من كل صوت. اي وهذا شيء لا ينكره احد، فهذا شيء ملموس، وانا في واقع المسألة ومشاكل الناس كلها عندي. فلهذا انتبهوا الى هذا الخطر الذي بدأ يدخل في كل بيت ويغزو كل بيت، وكونوا في رقابة شديدة حفاظا على سمعة الأسر وعلى سمعة الأولاد. فأنتم أيها الأحباب وكل المسلمين ومن يسمع في دول الخليج، فالقضية ليست هنا، القضية غزت المنطقة كلها. فقد سافرت في جميع دول الخليج، وجدناهم استبدلوا الخدامات القبيحات بخدامات فلبينيات جميلات. هذا الاستبدال كيف تم ومن وراءه ومن خطط له؟ الله أعلم. إنما أنا أحذر وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بيوتنا وأسرنا وأولادنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع التالي أو اللمسة التالية بعنوان اللعب المباح. والحياة الزوجية أيها الأحباب، الحقيقة أنا دائما أجعلها اهتمامي الأول في خاصة هذه الدروس. لا بأس من أن تكون هناك ألعاب مباحة بين الزوجين، يعني الزوج والزوجة لا يجعلون حياتهم كلها كثكنة عسكرية، أوامر قومي قعدي اكلي شربي طلعي روحي لبسي ايش تبين وين تروحي، بس فقط له. يعني لو كان الانسان له حبيبه، انت شوف الواحد لما يصير عنده حبيبه كيف يعني يفرح ويستانس ويقرا رسائلها ويقعد يرصدها، واذا حصلت له فرصه راح معاها البر وكذا. هذا حياه العشاق مذكوره في الشعر وفي الادب وقصائدهم واحوالهم الى اخره. وعندما يتزوج الإنسان وهو أمر يحبه الله ورسوله، تتحول الحياة الزوجية إلى روتين يومي. على الزوج والزوجة أن يكسروا هذا الروتين أحبتي في الله. ومن أنواع تجديد الحياة الزوجية، نعم، هي استحداث ألعاب. ولا تظنون أن يعني يقولوا الواحد عاد متفرق يلعب مع مرته. إنزين الرسول صلى الله عليه وسلم كان متفرق يلعب مع مرته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم أمة، يقول الله له في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. فهو شايل هم العالمين كله عليه الصلاة والسلام، ويعد الجيوش ويغزو الغزوات وينزل الأحكام ويفتي الفتاوي ويعالج المرضى ويتفقد الأسر عليه الصلاة. ومع هذا وجد الوقت اللي يلعب ويداعب، مرة يحازيها يقص لها قصة، وهذا مذكورة في البخاري، قصة أم زرع مع أبي زرع. من قصها؟ رسول صلى الله عليه وسلم. قصها لمن؟ قصها لعائشة، لأن عائشة توها بنت صغيرة تحب القصص. فكان يقص لها قصة أبي زرع وأم زرع، كيف كانوا الحريم في الجاهلية يقعدون على شاي الضحى. طبعا ما كان عندهم شاي الضحى، على يقط كانوا يأكلون يقط أول، على يقط الضحى. فكانوا يجلسون الحريم، وكل واحدة افتكر 11 مرة اجلسوا، وبعدين كل واحدة كانت تقص قصتها حق صاحبتها لزوجها. واحد تقول زوجي بطل، واحد تقول زوجي كريم، واحد تقول زوجي شجاع، واحد تقول زوجي طوي، وهكذا إلى أن جاءت قصة أم زرع عن أبي زرع، وكانت أحسنهم. تقول أبو زار السخي الكريم اللي ما قصر في حقي وكذا. ولكن مع الأسف إن يوم من الأيام شاف له مرة مزيونة فطلقني وخذاها. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية من القصة، هذا الحد، سكت. ثم التفت إلى عائشة، عائشة تسمع مستانسة، قال: إني لك، يعني بالكرم والجود والمحبة، كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق يا عائشة. فماذا كان الرد؟ قالت: بل أنت خير وأفضل لي من أبي زرع يا رسول الله. شوف
هالكلام عشان والله هذه قصة حلوة جالسة بين زوجين حبيبين قاعدين يسولفون مع بعضهم بعض، محمد صلى الله عليه وسلم وصديقة عائشة. وكما تعلمون أنه كان يأذن في داخل المسجد للحبشة يرقصون رقصة الحرب بالرماح، وهي حاطة خدها على كتفه وتنظر ويقول لها فرغتي، تقول لا بعد، تقول أنا أقول له بعد حتى تدلل عليه أشوف مكانتي عنده يصبر علي ولا ما يصبر، أفرغتي؟ تقول لا بعد، فيقول دونكم يا بني أرفدة، يلا ارقصوا بعد ماشي بعد، ويرقصوا هي هي بالحرب ويقفزون وهو في المسجد وهي خلف ظهره متسترة فيه وحاطة خدها عليه وطالع. زين هذه لعبة من اللعب إلى آخره إلى آخره. ارجعوا إلى السيرة وإلى زاد المعاد تجدون هذا. ولكن المطلوب من الزوجين أن يكسروا الحياة الزوجية الروتينية إلى حياة متجددة، سواء تجدد الجمال واللباس والبيت والحياة، أو حتى عن طريق الألعاب كما يقول الشاعر، يعني تأمل الزوج فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بانتهاء وبعضه يتولد، وكلما عدت فيه يكون في العود أحمد. بحيث الواحد لو عاد إلى بيته أو عاد إلى أهله يكون العود أحمد، يعني أجمل وأحلى مما كان. وهذه حياة الزوجية الجميلة الحلوة الظريفة. فمثلا يعني الزوجة ما في بأس أن تشتري بعض الألعاب اللي تنمي الذكاء، هناك ألعاب موجودة مخصوصة حلال، يعني ما قلنا ألعب الشطرنج. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشطرنج، نهى عن النردشير، لعبة النردشير اللي طقونها الشكل فيها مكعبات وكذا، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ألعاب موجودة تنمي الذكاء، في لها أماكن مخصصة يبيعونها، ما في بأس أن الزوج وقت الفراغ مثلا بعد الغداء مثلا، أو في وقت العطل الصبح ضحى الجمعة أو ضحى الخميس الآن في عطلة، فيقعد يلعب مع الأولاد يونسهم ويضحكون ويدردشون ويفرحون، فالأولاد في نفوسهم جوعة، هذه الجوعة ما تسد إلا إذا كانوا يمزحون مع الوالد ويلعبون مع الوالد ويلمسون إيده ويلمسون رجله ويلعبون وياه ويضحك معاهم ويضحكون معاه. فهذا أمر مهم يا إخوان. في السيارة يستفيد من وقت السيارة، ينمي عندهم الذكاء بالأسئلة، يعني يجعل سمر ثقافي في داخل السيارة كل يوم. أنت تودي الأولاد كل يوم وين توديهم؟ توديهم المدرسة، يعني لا يقل 10 دقائق أو ربع ساعة الطريق هذا اللي من البيت للمدرسة أنت تستفيد. يا أولاد من هو الصديق؟ الصديق هو أبو بكر. إذن ليش اسمه صديق؟ صديق لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. إنزين من فيكم يقص علينا قصة الإسراء والمعراج؟ وصل للمدرسة يلا حدروا. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يتحول أولادك إلى عباقرة أذكياء، تنمي عندهم الفكر والفهم والثقافة إلى آخره، تحفظهم سورة الكهف تحفظهم. فهذا الوقت الضائع وداخل البيت أيضا تتحول الحياة الأسرية إلى أسرية فعلا. مبدأ الأسرة الواحدة هذا هو الذي يريده الإسلام، لأن كما تعلمون أن الشيطان يضع عرشه على الماء على البحر وينادي جنوده، ينادي سراياته لليل، فيقول لهم ماذا فعلت؟ يقول هذا فعلت كذا وهذا فعلت كذا وهذا فعلت كذا، كلهم يطرده يقول روح 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 أنت ما سويت شيء، إلى أن يأتيه واحد يقول ما تركته، يعني الزوج، حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيلتزم على صدره ويقول نعم أنت نعم أنت نعم أنت نعم. لماذا؟ لأن إذا انهدمت الحياة الزوجية انهدمت الأسرة، وإذا انهدمت الأسرة انهدم المجتمع. فالأسرة هو لبنة المجتمع، والمجتمع ما يكون متماسك إلا بتماسك الأسرة، الأسرة ما تتماسك إلا بتماسك الزوجين والأولاد. لهذا الله سبحانه وتعالى نادى نداءه الخالد في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بيوتنا بالإيمان،
وبالملائكة الطيبين وبأعمالنا الصالحات وبالباقيات الصالحات، وأن يجعل حياتنا حياة سعادة وحياة هناء وصفاء وإخاء، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل بيوتنا جنة مصغرة في الدنيا ننتقل بها إلى الجنة الكبرى، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء مع الشريط الخامس.